سعر النفط يتراجع بسبب هذا الإجراء. هبطت أسعار النفط حوالي 4%، دافعة خام القياسي العالمي مزيج برنت لتراجع عن مستوى $100 للبرميل بفعل مخاوف من جائحة كوفيد-19 ستخفض الطلب في الصين. وبينما تخطط الدول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن كمية قياسية من الخام من الاحتياطات الاستراتيجية، وأغلق خام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى منذ 25 فبراير، وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة $4.30 أو 4.2% لتسجل عند التسوية $98.48 للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 16 مارس. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة $3.97 أو 4.0% إلى $94.29.